لزراعة الأسطح بدأنا الفكرة إن إحنا بنزرع سطح مبنى جديد مساحة صغيرة، ولقينا إن التجربة نجحت. بنزرع في أنابيب بي في زي ما أنت شايفة بتكلفة معقولة، الزراعة دي تكون صالحة لطول العام إن شاء الله. بعد ما التجربة نجحت هنبدأ نعممها في جميع أسطح جامعة المنصورة، وهننشئ إن شاء الله شركة أو وحدة ذات طبع خاص تبقى مسؤولة عن الكلام ده، ومسؤولة عن تقديم الدعم الفني لأبناء المحافظة أو للأحياء المختلفة اللي عايزين يبدأوا تطبيق هذا النظام فوق الأسطح عندهم إن شاء الله.